لحظة هذيل جمار 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 الإسلام جمار جمار الحرية هذيل هذا المجرم هذا وهالمجرم وهاليهودي هذيل لازم تكرم بالجوتي تطقهم هذيل لأن ماكو دماء الأطفال برقبتهم دماء النساء والشيوخ حتى الأطفال الرضع هذيل مجرمين هذا مجرم هذا لأجل الانتخابات الله ياخذه إن شاء الله وهذا ماكو شرها ما عليه شرها على مستقبله على مستقبله وين كرامتكم وين دينكم وين إحساسكم هل يعقل هذا اليهود يدافعون عن اليهود لم تشذي يا حكام العرب حتى اليهود صاروا ضدهم يا حكام العرب خايفين على كراسيكم هذا اليهود يدافعون عن اليهود لمتى تخافون من الامريكان تخافون من الاسرائيليين هل ما تخافون من ربكم اللي خلقكم وين دينكم وين اسلامكم وين كرامتكم ما تخافون الله يقول في القران لا تخافون من احد خافوا مني هذيل يهود يدافعون عن اليهود اما انتم مسلمين كاسم كبالهويه فاتحين دولكم ومطاراتكم واجواكم لطائرات الصهيونيه شوف ايش قاعد يسوون في الاطفال انتم شركاء يا حكام العرب والله وبالله العظيم ماكو الا حكومتنا واميرنا وشعبنا الحر اما الباقي كلهم خونه هذيله مجرمين ترى دماء الاطفال والنساء والشيوخ برقبك ترى دماء الاطفال والحريم والنساء والشيوخ برقبتكم وين اسلامكم وين غاريتكم وين كرامتكم وين انسانيتكم تشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله الله ورسوله بريء منكم لانكم انتم فضلتوا اليهود الصهاينه القتل المجرمين على شنو لاجل الكرسي يا خونه ما تخافوا من الله يوم القيامه انتم شركاء مع المجرمين الثلاثه انتوا شركاء شوفوا ايش سوى في اليمن شوفوا ايش سوى في فلسطين شوفوا ايش سوى في بلدان العربيه والاسلاميه ما عندكم غاريه ما عندكم انسانيه ما عندكم احد يحاسبكم لا رب العالمين راح يحاسبكم مع هاليهود هاليهودي يقول انا يهودي ادافع عن يهودي زين انت شلون تقول انا مسلم اسم ولا هوية لا والله الإسلام والله ورسوله والمسلمين الأحرار برين منكم بس إن شاء الله راح يجازيكم واحد واحد يا خونة يا متطبعين يا مهرولين يا خونة ما راح يخليكم رب العالمين يؤمن ولا يؤمن وأنا أقول إن شاء الله نشوفكم